لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: اجتماع طارئ للكاف لتحديد المصير النهائي لدوري أبطال أفريقيا، غاموندي يفرض إجراءات خاصة على لاعبي الوداد، الوداد مهدد بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي المصري، وفي نهاية الفيديو سنعرض لكم مدافع جزائري من العيار الثقيل على طاولة الوداد بالميركاتو الصيفي. تلتئم لجنة الطوارئ التي يترأسها أحمد بالكاف يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل مناقشة توصية لجنة الأندية التي انعقدت أمس الاثنين للحسم في اقتراحاتها بخصوص دوري أبطال أفريقيا. وكانت لجنة الأندية اقترحت إجراء نصف النهائي العصبة ذهابا وإيابا، مع إجراء لقاء النهاية في بلد محايد في حال تأهل فريقين، واحد من المغرب وواحد من مصر، أو في المغرب أو مصر إن كان طرف النهاية من نفس البلد. كشف الأرجنتيني ميشيل غاموندي المدير الرياضي بفريق الوداد عن الإجراءات الجديدة للفئة السنية بالنادي الأحمر استعدادا لاستئناف التدارب لإكمال الموسم الرياضي، وسيتم إخضاع جميع لاعبي الفئة السنية للنادي الأحمر والمؤطرين والإدارة إلى الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء على مركب بن جلون، بالإضافة إلى مطالبتهم بتتبع جميع التوصيات المعروفة والتي تنصح بها الجهات الوصية للحد من تفشي وباء كورونا. قرر نادي الرجاء الرياضي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس للطعن في قرار لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفائدة مدربه السابق الإسباني خوان كارلوس غاريدو والمدرب الحالي لفريق الوداد الرياضي. وأوضح عضو مسؤول بالمكتب المديري للرجاء أن إدارة فريقه قررت الطعن في قرار الفيفا، والقاضي بإلزام الفريق الأخضر بأداء مبلغ 160 مليون سنتيم لفائدة خوان كارلوس غاريدو، وهو المبلغ الذي يمثل مجموع مستحقاته المالية والتي ظلت عالقة بذمة ممثل العاصمة الاقتصادية، وذلك عند مغادرته للفريق شهر يناير من العام الماضي. حسمت تونسي أحمد العجلاني مدرب أولمبيك خريبكا الجدل بخصوص عودته إلى المغرب قبل استئناف الدوري الاحترافي، إذ حل عشية أمس الثلاثاء بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من تونس، والذي ظل عالقا بها طيلة فترة الحجر الصحي، ليكون حاضرا رفقة فريقه اليوم الأربعاء بعد غياب استغرق 4 أشهر. وسيقود العجلاني الفريق الخريبكي ضد مضيفه الوداد الرياضي في المباراة التي تجمع بينهما يوم 8 من الشهر المقبل، وذلك بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية. نجحت اللجنة القانونية التابعة لإدارة فريق الرجاء الرياضي في بسط دفعاتها أمام لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للاتحاد الأفريقي الكاف، وذلك بخصوص إلياس الحداد مدافع الفريق الأخضر الذي تم إيقافه بعد المواجهة التي جمعت الرجاء بفريق مازيمبي الكونغولي برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وذكرت مصادر جد موثوقة أن لجنة التأديب التابعة للكاف اضطرت إلى الاستماع لدفعات فريق الرجاء عن طريق تقنية الفيديو، وذلك للدفاع عن موقف الفريق الأخضر بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الرجاء أمام تيبي مازيمبي الكونغولي. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة التابعة للكاف اقتنعت بالدفوعات التي تقدمت بها اللجنة القانونية للفريق الأخضر بعدما قدم ملفا متكاملا من 8 صفحات ومعزز بالصور والفيديوهات توثق المضايقات والاعتداءات التي تعرضت إليها بعثته بدولة الكونغو قبل المباراة المذكورة، وأسقطت عقوبة إيقاف إلياس الحداد وغرمت الفريق الأخضر $10,000. كشف وكيل أعمال المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المصري والمعارض لدي الاتفاق السعودي حقيقة الجدل الدائر حول رحيله عن السعودية إلى المغرب، موضحا أن أزارو انتهى عقده مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان بعد لتوافق يقضي بتجديد العقد، نافيا أن يكون اللاعب قد فر إلى المغرب حسب ما أشاعه البعض، وأن زيارته للمغرب كانت فقط للإطمئنان على عائلته.
وأضاف وكيل أعمال أزارو أن اللاعب قد يعود للسعودية في حال ما تم الاتفاق على تمديد الإعارة لفترة شهرين إلى حين ما تم البطولة السعودية، مشيرا إلى أنه إذا ما تعثرت المفاوضات فإن أزارو سيعود للانضمام لفريقه الأهلي المصري. شهد تداري فريق مولودية وجد إصابة لاعبين بارزين في صفوفه، الأمر الذي سيغيبهما عن الفريق لمدة قصيرة. وتعرض كل من جمال حركس وصابر الغنجاوي للإصابة خلال التدارب التي يقوم بها فريق مولودية وجدة تحضيرا لاستئناف الدوري الاحترافي. وكشفت مصادر مطلعة أن إصابة اللاعبين ليست مقلقة، مشيرة إلى أن طبيب الفريق منح اللاعبين بعض الوقت للراحة قبل استئناف التدارب رفقة المجموعة والتي تجري معسكرا تدريبيا مغلقا بمدينة الجديدة تحضيرا لعودة الدوري الاحترافي ومباراته الأولى أمام الوداد الرياضي. أوضح مصدر جامعي أنه لن يكون بإمكان فريق الرجاء الرياضي الاستفادة من خدمات ثلاث لاعبين أمام الزمالك المصري والذين ستنتهي عقودهم متم الموسم الكروي الجاري خلال نصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيتعذر على جمال السلام مدرب الرجاء الاعتماد على خدمات ثلاث لاعبين خلال مواجهته للزمالك المصري. ويتعلق الأمر بكل من حميد أحداد الذي يلعب للفريق الأخضر معارا من الزمالك المصري إذ سيكون على رأس المغادرين خلال الميركاتو الحالي، وسيحرم مدرب الرجاء الرياضي من الاستفادة من خدمة حارسه محمد بوعميرة وإلياس الحداد والذي ينتهي عقدهما مع الفريق الأخضر مع نهاية الموسم الجاري. عاد أيوب لكحل لاعب فريق المغرب التطواني لاستئناف تداريبه بشكل انفرادي هذا الأسبوع بعد أن قرر المكتب المديري للفريق التطواني إبعاده عن الفريق الأول وإحالته مجددا على اللجنة التأديبية التابعة له للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر. وقرر المكتب المديري لنادي المغرب التطواني إحالة لاعبه أيوب لكحل على اللجنة التأديبية بسبب السب والشتم في حق أحد زملائه اللاعبين، وهو ما اعتبره مسؤول الفريق سلوك يتنافى مع القانون الداخلي للنادي وقواعد الروح الرياضية. أصبح فريق الوداد الرياضي مهدد بفقدان خدمة 6 لاعبين يوم 13 من شهر شتنبر المقبل، حيث لم تعمد إدارة الفريق الأحمر لتجديد عقودهم حتى الآن. وأوضح مصدر جامعي أنه لن يكون بإمكان فريق الوداد الرياضي الاستفادة من خدمة اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم متم الموسم الكروي الجاري خلال النصف نهائي ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبات الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الوداد الرياضي مهددا بفقدان خدمة كل من الحارس ياسين الخروبي ومحمد الناهيري وأمين تيغازوي وإبراهيم النقش وعادل الرحيلي ثم محمد رحيم الذي استعاره الفريق الأحمر من شباب المحمدية خلال الميركاتو الشتوي الماضي. يذكر أن الوداد الرياضي سيستقبل الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك ذهابا يوم 25 أو 26 من شهر شتنبر المقبل، على أن ينتقل للقاهرة لمواجهته إيابا يوم 2 أو 3 من شهر أكتوبر المقبل. اقترح الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الوداد الرياضي على إدارة النادي الأحمر التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري سفيان بوشار لاعب شباب بولزداد الجزائري، وذلك من أجل التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. ومن المتوقع أن يدخل فريق الوداد الرياضي في مفاوضة جادة مع اللاعب الجزائري سفيان بوشار لضمه بالميركاتو الصيفي. يذكر أن سفيان بوشار في رصيده 5 ألقاب، بطولتين مع وفاق الطيف الجزائري وكأس الجمهورية وعصبة أبطال أفريقيا، كما فاز بجائزة أحسن مدافع بالدوري الجزائري في مناسبتين. وفي حال تمت الصفقة ستكون إضافة قوية لخط دفاع الوداد الرياضي الموسم المقبل. ويعتبر سفيان بوشار من خيرة المدافعين بالدوري الجزائري، كما أن سنه لا يتجاوز 26 عاما. ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي مهتم بضم المدافع الجزائري مما قد يخلق صراعا بين قطبي الدار البيضاء للفوز بصفقة سفيان بوشار خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.